عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمرو عبد العزيز من قناة عمرك الرحاب. النهارده نختم الحلقة الثامنة والأخيرة من لعبة الهروب من فرسان الظلام. وصلنا كنا نلعب كم حلقة كده بس خلاص. سماك
لابوه. Thank you.
بالجميع. ايه بقك ايه تمساح؟ ماذا؟ طيبة طيبة شرعيرة المكان الغي فين دي؟ Don't you realize what you are ready now go prove that you are indeed worth the promise you made to us. وكده لما ختمنا اللعبة ديت وانتظرونا في الجزء التاني احسن من ده مفيهوش جلتشات. ما تنسوا لايك كومنت ورايكم في الحلقة واللي عنده اي استفسار اي معلومة اي حاجة تقولوها في القناة حطها في الكومنتات في الفيديو. والسلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.